مع بدء العد التنازلي لحلول شهر رمضان الكريم، يصيب هوس الشراء الكثير من الأسر، ويضاعف إقبال المستهلكين العروض والتخفيضات التي تطرحها المجمعات التجارية لتشمل المواد الغذائية. كاميرا الأخبار جالت في إحدى الجمعيات التعاونية لرصد آراء المستهلكين إذا كان هناك مخاوف من ارتفاع الأسعار. بعض الجمعيات الأخير يعني يضرب فيها المثل، بتحاول في على مدار السنة، يعني عرفت كيف بيعملوا تنزيلات تكون أسعارها مناسبة، لأن بنحس بالفرق. لعلبة مثلا اليوم 900 فلس، الأيام العادية بدينار و400 فلس، في فرق نص دينار. فالمستهلك بيحس بأيام رمضان إن في نشاط وفي أسعار بتنزل، يعني في أسعار تنزل صحيحة. يعني كمستهلك أنا أشوف رمضان يعني ما فيها صعود بالأسعار كثر ما فيها عروض، وفيها يعني جملة تكون بالموضوع وبس. إن شاء الله ينعاد عليكم الصحة والعافية. اختلفت آراء العديد من المواطنين حول أسعار المواد التموينية، وخاصة في بعض السلع الرمضانية، مرجحين في الوقت ذاته ثبات أسعار أغلب السلع. بالنسبة لرمضان أنا أشوف بعض الأسعار الاستهلاكية اللي تطلب بس بهذه الفترة، طبعا مو كلها حتى نكون منصفين، في بعضها راح يكون في ملاحظات أنه يكون مرتفع شوي، لكن السلع الواضحة اللي أنا أعتبرها السلع الغير موسمية لا هي ثابتة. بالنسبة للرقابة لا، في رقابة ويمشي الحال، يعني في رقابة على الجمعيات وفي استعدادات كويسة، وبيجي شهر رمضان بيبقى عليها تنزيلات زي ما أنتم شايفين، في تنزيلات كويسة في الجمعية. أجواء تنافسية تشهدها الأسواق الآن لاستقطاب أكبر عدد ممكن من المستهلكين من خلال تخفيض الأسعار على السلع الأكثر رواجاً وتداولاً. جمعية العدالية اعتمدت على 400 سلعة رمضانية ومشاركة 50 شركة، وتم من خلال الاجتماع رصد مبالغ لخفض الأسعار خلال شهر رمضان إن شاء الله. المستهلك هو صاحب القرار الأول والأخير في العملية الشرائية. الثقافة الاستهلاكية الواعية هنا تلعب دورا محوريا لتحقيق التوازن بين الإنفاق والدخل. لما أبو علاوي، تلفزيون دولة الكويت.